من السوالف. قلت بالله ايش اعظم قصة حصلت لك في حياتك؟ قال حبيت لي واحدة من ربعنا. كلم اخوي الكبير، قلت انا ابغى اتزوج فلانة. تعرفون زمان كان الاخو الكبير محل الاب، يعني يمون عليه. قال انا ابغى اتزوج فلانة، قال باقي عندهم بنات ذولات. زمان ما في بنات زي الحين، النسوان اكثر من الرجال. ها طبيعة الحياة، مرة يدور الذكور اكثر من الاناث، ومرة يجي الاناث اكثر من الذكور. كان ذيك الايام ما فيه نسوان واجد. قال والله ابشر يا اخوك، بروح اخطبها لك. وانه يروح وهو داخل عليهم، لا والله يملمحها، لا حرام انك ما تشمها. قال في بالك من يدخل عندهم. سلام، كيف الحال؟ عساكم طيبين، وش علومكم؟ العلوم عفاكم، انا رجال جيت ابغى القرب منكم. قالوا مرحبا مليون، الله يحييك، والله ما عاد الا فلانك. رجع لاخوه قال ها بشرني، عسى زنت الامور. قال والله يا طويل السلام، انت اخوي الصغير وانا امون عليك، عيومك ورحبوا بي وانا اللي بيتزوج. قال الله يوفقك ويبارك لك، وهو ما درى اني يحبها. المهم مشت الايام تزوجوا. يقول وانا في الزواج من راسه كلامه، يقول والله اني اللي يصب ويقهوي ويرحب ويقلط، ولكن عادها جمرة في خاطري يا ولدي الى هذا اليوم، مع اني قد تزوجت بعدها وجاني عيال وجاني خير، ولكن ما انسى هذا الموقف لين ادخل قبري. ما تقدر يا ولدي تكتب لي عليها بيتين نحفظها عيد اغنيها وتبشر على خشمي. اسمع القصيده. قلت طبيت فيما طببه قابيل، يومه تلوى في محابيله، قام وذبح لجل الهوى هابيل، عزيل هابيل وعزيله. هذا ولد من له سجد جبريل، في كيف باللي ما معه حيله. يزبن المجلي ويوفي الكيل، ومع النشامه مسرج خيله، يطرب ليام انه يدق له والنار تشعم في معاميله، في خايع فيه الحلال مقيل، والناس تسمع به وتاجيله، بين الخزامة والنفل والزيل، وبيت الشعر تلهب قناديله، واليوم هجت به على ما قيل، وسوت مثل صبره وشاد